نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن الفوسفور. إنه ضروري للنمو وللحفاظ على كثافة العظام، ويساعد في توليد الطاقة. في المتجر الكبير نجد الفوسفور في اللحوم المنزوعة الدسم، السمك، الدجاج، وفي الحليب ومشتقاته. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالفوسفور. انظروا، الفوسفور موجود في اللحوم المنزوعة الدسم، السمك، الدجاج، الحليب ومشتقاته. الفوسفور ضروري للنمو. الفوسفور ضروري للحفاظ على كثافة العظام. الفوسفور يساعد في توليد الطاقة. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجساما قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.